العمليات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. النهاردة هعرض لكم حالة من بعض الحالات العادة، اعادة اصلاح فشل جراحات السمنة السابقة. طبعا في اسباب كتيرة جدا بتخلي عمليات السمنة تفشل، منها عوامل في الجراحة وعوامل ترتبط بالمريض نفسه. في عوامل جراحية زي دي بتكون المعدة زي تكميم المعدة، دي حالة تكميم معدة من 4 سنين، المعدة حجمها زاد زي ما احنا شايفين، قبة المعدة زايدة زي ما احنا شايفين كده، في دي أشعة ثلاثية الأبعاد طبعا بتقيم حجم المعدة. طبعا في الأصل المفروض عشان العمليات تعمل كويس لازم يكون قبة المعدة اتخلصنا منها تماما، ويكون ما تبقى من المعدة عبارة عن تيوب بدون وجود قبة المعدة، لأن قبة المعدة زي ما احنا شايفين هي المتمددة تماما. إذا كانت دي طبعا ربما تكون العملية يعني يمكن مش معمولة كويس قوي، لأن فيها ضيق من تحت وبالتالي قبة المعدة زادت من فوق، وده يعتبر عيب جراحي. لكن طبعا احيانا لما بيبقى فيه عيب على المريض نفسه في اكل السكريات بشراهة، او ان الاكل الفيلنج بتاعه هو اللي زاد وهو اللي وسع المعدة، بتلاقي المعدة طبعا واخدة شكل البالون وليس شكل الفانل شيب اللي احنا شايفينه ده، فدي محتاجة اصلاح. هنوريكم دلوقتي ازاي بيتم اصلاح فشل جراحات السمنة السابقة باستخدام المنظار الجراحي. شكرا جزيلا. دلوقتي بنعمل إعادة إصلاح فشل يعني تكميم المعدة. زي ما شفنا على الأشعاعات اللي احنا شفناها من شوية إن حجم قبة المعدة الكبير اللي احنا شايفينه ده يعتبر ما اتشالتش يعني كويس طبعا، لأن في احنا لقينا أنسجة جديدة يعني دي ما كانتش متشالة بصراحة يعني، فده قبة معدة عادية خالص أهي يعني. طبعا ده سوء في إجراء العملية نفسه، إن قبة المعدة تقريبا نفس حجم المعدة العادي، وبالتالي العيان عمره ما يخس ويرجع بعد فتره وزنه ما خسش او خس شويه في بدايه العمليه وما زادش تاني. طبعا في ضيق شويه في نهايه المعده، والمعده واسعه بكميه كبيره جدا بعد العمليه بعد الجراحه يعني، هي ما اتشالتش تقريبا، وده كان باين زي ما وريناكم في الاشعاعات. بعد شويه احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقص المعده على المقاس الجديد اللي هو المقاس المظبوط، او ان احنا يعني نعيد اعاده تكميم معدة، لان هي مش هتستفيد طبعا من الوضع الحالي. فاذا في حل من اثنين، يا اما نعمل اعاده تكميم بنشيل الجزء الزائد وهتستفيد وتبقى كويسه، او ان احنا نعمل تحويل مسار المعده، ده اوبشن ثاني. احنا اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنعمل تحويل مسار على تكميم المعده، لان المريضه بتاعتنا في الحاله دي محبه للسكريات بشراهه، وبالتالي تحويل المسار هتبقى مفيده بالنسبه لها. دلوقتي بوريكو احنا عملنا ايه في المعدة. الخطوة التانية ان احنا عملنا معدة زي تحويل المسار العادي خالص اهو، معدة زي يعني الفول، مقاس مظبوط جدا. احنا شلنا الجزء الزيادة اللي هو كان متساب اصلا، يعني الجزء ده احنا دلوقتي مش لاقيين فيه دبابيس اصلا، ده غالبا ما اتشالش يعني قبل العملية، يعني في العملية الاولى اللي كانت معمولة الجزء ده ما اتشالش اصلا. فاحنا دلوقتي بنصلح فشل يعني تكميم المعده ان احنا بنشيل الجزء الذي لم يستأصل اهو الجزء ده، وبعد كده هنعمل تحويل المسار المعده. الخطوه الاولى في تحويل المسار المعده المصغر ان احنا بنعمل معده زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنوصل الامعاء دي. الخطوه الثالثه اللي احنا عملناها دلوقتي بعد عمليه اصلاح فشل تكميم المعده، بنراجع معاكم تاني. الخطوة الأولى إن احنا عملنا معدة جديدة زي معدة تحويل مسار العادي الطبيعي، وشلنا الجزء اللي كان متمدد من تكميم المعدة زي ما شفناها دلوقتي، الدموية حتى يعني اختفت عنه شوية فاللون اتغير اهوت، يعني شلناه خالص ده الجزء ده. النمرة الثالثة اللي هي عمل وصلة ما بين المعدة والأمعاء زي ما انتم شايفين كده. احنا عشان نطمن على العملية تكون مظبوطة
لازم ما يكونش حجم المعده ازيد من الطبيعي. دلوقتي احنا هنعمل اختبار تسريب، احنا بنعمل بالونه معده، يعني كاننا بنعمل بالونه في المعده من الداخل، بحيث ان احنا نختبر بيها الوصلات اللي هي الوصله ما بين المعده والامعاء، ونشوف التدبيس بتاعنا زي ما احنا شايفين. دي العمليه اللي ان شاء الله تكون المظبوطه، لكن في عمليات طبعا بتكون يعني طبعا معموله بعدم كفاءه. الخطوه الاخيره هنشيل جزء المعده بقى اللي هو كان في تكميم المعده السابق، اللي هو كان في يعني ما كانش مظبوط. دي المعده واحنا بنخرجها من البطن خلال فتحات المنظار الصغيره، اهو زي ما احنا شايفين، اهو ابتدت تطلع المعده. دي الخطوه الاخيره في عمليه تحويل مسار المعده ما بعد فشل تكميم المعده. شكرا. بعد انتهاء العمليه يعني هقول لكم ايه اللي حصل اثناء العمليه. وزي ما شفتوا دلوقتي اثناء العمليه احنا شلنا جزء كبير من المعده. طبعا احنا الناس اللي ما كانتش معانا من بدايه الحلقه، احنا الحلقه دي كنا بنعيد اصلاح فشل تكميم المعده. فشل تكميم المعده ربما يكون سببه في الجراحه نفسها، يعني زي هنا قبه المعده متسابه، يعني قبه المعده متسابه اهي زي ما قلنا في بدايه الحلقه. طبعا قبه المعده احنا لما دخلنا اثناء العمليه لقينا قبه المعده نفسها موجوده، هو نفس الشكل اهوت على نفس الشيب اللي احنا شلناه، تقريبا كانها عمليه لم تعمل او لم تجرى قبل كده. فده شكل التكميم اللي احنا شلناه قبه المعده. طبعا الجزء ده بيبقى من المعده يعني بيبقى سهل ان هو يتمدد. فعشان كده احنا بنقول ان عمليه تكميم المعده من العمليات اللي المفروض ان هي تتعامل بكفاءه عاليه جدا، تتعامل بحرفيه شديده، وندقق في اقل تفاصيل التفاصيل الصغيره بحيث ان العمليه تطلع بالشكل المظبوط. دي عمليه بايظه مش شغاله، ما العيانة ما استفادتش منها، عملت عمليه بعد 4 سنين ما فيش تغير في الوزن، وبالتالي رجعت لنا احنا لقينا الاشعه بالوضع ده، فعملنا لها استئصال لجزء من المعده وعملنا لها تحويل مسار. طبعا مش كل الناس اللي فشلت في تكميم المعده سواء ان هي بتاكل سكريات بشراهه فزاد وزنها والمعده تكون مظبوطه، او ان المعده متسابه بالوضع ده، او ان العيان نفسه بياكل كميه ضخمه كل مره بحيث ان عضله المعده بتوسع. كل واحد ليه طريقه في الاصلاح. ممكن نعمل تكميم بعد فشل التكميم، او تحويل بعد فشل التحويل. لكن اللي انا بقوله للناس كلها ان احنا عندنا في مصر في المراكز بتاعتنا عندنا القدره الكافيه ان احنا نعالج اي فشل سابق في جراحات السمنه او مضاعفات لجراحات السمنه السابقه باحدث التقنيات العلميه الحديثه واستخدام احدث المناظير والمستهلكات الطبيه الامريكيه، بنستخدمها لاصلاح مثل هذه النوعيات من عمليات الاصلاح سواء لتكميم المعده، وفي عمليات ثانيه زي تدبيس المعده برضو احنا بنصلحها. المشاكل كلها اللي بعد جراحات السمنه المفرطة زي التكميم أو تحويل أو تحويل مع التكميم أو تدبيس المعدة السابق أو حزام البطن اللي هو ما جابش نتيجة، كل ده بنعمل له إصلاح وبنعيد إصلاحه مرة أخرى عشان العيان يتفادى المشاكل وكمان يخس بصورة كافية جدا. شكرا جزيلا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير.
مساء الخير، مساء الفل. حلقة جديدة وتغير مع يومنا، وعندنا أكتر من فقرة النهاردة. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها مع الناس اللي عندهم مشاكل في شعرهم، وطبعا ما أكثرهم الناس دي كتيرة جدا يا جماعة. يمكن 90% من الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي أو بتشوفنا هيكون عندها مشاكل في شعرها أو مرت بمشاكل في شعرها في يوم من الأيام، سواء بقى شعرها بيقع، سواء شعرها خفيف، سواء شعرها ما بيطولش، سواء هايش على طول ومجعد. كل دي مشاكل أكيد بتأثر على الحالة النفسية بشكل كبير جدا، وما فيش شك إن كلنا بنهتم بشعرنا، سواء كن سيدات أكيد بيهتموا بشعرهم، الرجال بيهتموا بشعرهم، المحجبات بيهتموا بشعرهم، غير المحجبات بيهتموا بشعرهم. فإحنا النهاردة هنتكلم عن أقوى منتج علاجي تجميلي لعلاج مشاكل الشعر المختلفة. وأخيرا بقى في حاجة تعالج المشاكل دي كلها، بسيطة وسهلة، مش محتاجة معاناة، مش محتاجة منا مجهود ولا وقت. هنتكلم النهاردة عن ساينو ماسي هير مع ضيفتنا العزيزة اللي معنا في فقرتنا دي، دكتورة آن أمحاوي، المدير الطبي لساينو ماسي هير. أهلا يا دكتورة آن. أهلا بيك. عاملة إيه؟ من الحمد لله. يعني الاهتمام بالشعر مش مقتصر على شريحة معينة ولا ناس معينة، ده أنت بتلاقي الكل بيهتم والكل بيسأل، ومشاكل الشعر كتير جدا جدا، وناس كتير قوي كان نفسها في حاجة تعالج المشاكل دي من غير ما توجع دماغها. يعني في ناس مش فاضية، في ناس يعني بتحب تستسهل شوية. فأعتقد مفيش أسهل من ساينو ماسي هير إن هم يستخدموه في شعرهم. أكيد عندك حق كده. طبعا أكيد. تقولينا بقى إيه المشاكل اللي بيعالجها ساينو ماسي هير؟ هو بيعالج كل مشاكل الشعر. انا بديكي برودكت او منتج بيعالج لك كل حاجه، سكوت، بيملى الفراغات ان هو بيطلع بيبي هير، الهيشان، التقصيف، كل حاجه. يعني انا يعني بيطول الشعر، بيغذي الفروه الراس، بيعمل لك كل حاجه انت عايزاها في حاجه بسيطه جدا. سبراي 200 ملي كبير طبعا، كبير وهيكفي ولا يعني هيقعد معاكوا فتره. وانا بس عايزه اقول على حاجه، ان انت دلوقتي ازاي بتحكمي على المنتج، اي منتج عموما بالظبط، دواء او كذا، بيبقى حاجه اسمها بحكم عليه بالافيكاسي والسيفتي. افيكاسي يعني ايه؟ هو المفعول او مفعوله عامل ازاي، سريع مش سريع، بياخد وقت قد ايه. لا، الافيكاسي بتاعنا ان احنا من اول اسبوع بتبداي تلاحظي ان شعرك ما بيقعش، وده رقم واحد في العلاج. واول حاجه في السكس اكشنز اللي عندنا اللي احنا بنهتم بيه، ستوب هير لوس، يعني انا شعري مش هيقع بالظبط كده. طيب ايه تاني حاجه؟ ان هو احنا كنا بنتكلم السيفتي. السيفتي بالظبط. السيفتي ان هو امان. طب امان ليه؟ ان انا ما عنديش اي كيميكال كومباوندز، مفيش اي حاجه فيها كيماويات، كلها حاجات طبيعيه. فمش هتيجي تقولي ده انا مثلا حصل لي حساسيه، ده انا لما وقفته شعري وقع. ودي ميزه، هي ميزه فعلا هايله جدا بالزبط. لان هو ما فيش الماده اللي بتوقع الشعر بعد ما توقفي الاستخدام مش موجوده فيه بالظبط. فانت شعرك بيفضل النتيجه مستمره معاكي بالظبط بالظبط كده. انت بتاخدي نتيجه هايله. حبيتي ان انت مثلا تريحي شويه، ولو ان انا شايفه يعني الناس خلاص المفروض يبقى لايف ستايل بتاعهم بالظبط، انت بسطتي شعرك بيطول وبيتقل وفي كثافه، مفيش تقصيف، وبتسرحي بسهوله ما بيتقطعش منك. انا ما كملش ليه؟ لازم نهتم ببشره، بشعر، يعني زي ما اهتمينا ورحنا عملنا صبغه وحرقنا شعرنا واخدنا وقت ان احنا بوظنا شعرنا، احنا بنهتم نبوظ الحاجه. ايوه لازم بقى لازم بقى نهتم ان احنا نبدا نصلح صح، يعني ما نملش. يعني لازم نبقى مهتمين. وبعدين هو الموضوع ما فيهوش ملل يا دكتوره ان، ده حاجه سبراي بالليل هنحطه. لو تقولي لهم حتى طريقه الاستخدام بتكون ازاي؟ هو سبراي حاجه سهله جدا، بترشيه منه على فروه راس جافه من 4 لـ6 بخات يوميا، بتدلكي الشعر كويس قوي فروه الراس. في ناس مثلا بتسالني انا هحط على شعري كله؟ مش شرط تحطي على شعرك كله. ليه؟ احنا بنقول ان فروه الراس دي عامله زي التربه، تربه الارض الزراعيه او الزرعه. انت لما بتيجي تسقي الزرعه بتسقيها التربه بتاعتها بالظبط بالظبط. طيب الأساس. الزرعه كلها بيوصل لها الميه. انا نفس الكلام بالظبط. انا هغذي ده، هرشه على شعري، سوري على فروه الراس. اهتميت بفروه الراس والبصيله، شعر مسامي يعني بيشرب، هتلاقي كل شعرك اتغذى من فوق لتحت. فمش شرط ارش على شعري كله. طيب الناس اللي شعرها مجعد، ما هم بيسالوا لو انا شعري مجعد او خشن او هايش، تمام، هل ممكن ان انا مثلا احط منه على شعري كده؟ مفيش اي مشكله خالص طبعا تحطي، لان هو كمان فيه بانثينول وفيه الجليسرين، ده ترطيب، والوفيرا بيرطب طبعا. بيعمل ايه؟ ان الشعر بيمتص
المكونات دي بتخليه ان هو يحصل له كوتنج، ان هو بيعمل كفر يتغلف، بيبدا يبان ان هو شايني، ان هو بيلمع، ان هو صحي، مفيش تقصيف. انت مليتيه بحاجه مقويه ومغذيه. زي ما قلت قبل كده ان انت لو سبتي شعرك ما حطيتيش عليه برودكت علاجي او ما اهتمتيش بيه، هتنزلي اشعه الشمس هتاثر عليه، هتنشفه لانها بتبخر الميه اللي جوه الشعر. طبعا الناس اللي صبغت، الناس اللي فردت، كل الاستعمالات الغلط الخاطئه اللي احنا بنعملها في شعرنا وبنبهدل شعرنا بيه ده، لازم نستعمل معاهم ساينوماست هير عشان نرحمه ونعيد بنائه وبناء الشعر تاني من اول وجديد. وهي الميزه يا جماعه ان هو بيعالج الفروه، فروه الشعر، يعني البصيله. من البصيله دي خاصه بايه؟ بالسقوط والخفيه وعدم الطول والنمو. وكمان المجعد او الخشن او الهايش انت ممكن تستخدميه كده، لا زي السيرم يعني على شعرك، هيعالج لك برده الموضوع ده، الهيشان والتلف والتقصيف وكل حاجه. طيب السكس اكشنز مكتوبين على العلبه، خلينا نقولهم للساده المشاهدين اللي هي العلاجات او الوظائف اللي بيعملها. اول حاجه ستوب هير لوس اللي احنا قلنا عليها. ستوب هير لوس بايه؟ ان انا عندي مادة او نبات ساو بالميتو، ده بنجيبه من امريكا بنستخلصه، بيتحط في البرودكت ده ان هو بيروح يقفل الانزيم اللي بيهاجم البصيلة ان هي تقع. فانتي بتديكي يعني بنعمل اكشن قوي جدا في اساس انتي كل اللي بيزعجك ايه؟ شعرك بيقع، بالذات تلاقي شعرك واقع تبقي منهاره. فاحنا عارفين غلو الشعر ده بالنسبه يعني للمراه للمراه وللرجل عامل ازاي؟ ده يعني لا. فاول حاجه احنا بنعملها ستوب هير لوس، ده اول حاجه بنعمله في العلاج. طب تاني حاجه ان احنا ستيموليت هير جروث، ازاي ان احنا بننمي الشعر؟ شعر ينمو ازاي؟ عندي بايوتين وعندي كافيين. بايوتين ده اساس الشعرايه، هو اللي بيكون الكيراتين. الشعرايه بتتكون من حاجه اسمها كيراتين، بيزود لك يعني، ده المصنع بتاع الكيراتين. طيب الكيراتين ده بيعمل ايه؟ اولا او البيوتين ده فيتامين بي 7 اولا، بيجدد الخلايا، بيخليها تنقسم. عارفه انا هشرح اكتر. عارفه لما تروحي مثلا تقولي انا عايزه اروح البحر واجدد الخلايا والخلايا دي تقع وتموت واعمل الحاجات دي ويطلع خلايا جديده، بيبي سكان. نفس الكلام ده بيحصل في الشعر. انا بجدد لك الخلايا بتاعت فروه راسك، هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك شعر صحي مظبوط، هتطلع لك شعر بيلمع، شعر قوي، فروه الراس بتاعتك قويه، بحيث ان البصيله تبقى مكلبشه فيها كده، ما تقعش بسهوله، ما تقعش بسهوله. طيب دلوقتي الكافيين، الكافيين بيعمل ايه؟ الكافيين بيزود دوره حياه الشعرايه، لانها طبعا هي حاجه حيه، بيزود دوره حياتها 33%. حلو قوي. يعني ما طبعا هي بيجيها دوره حياه يعني بتموت وبتقع. لا احنا بنزود، بنمد في عمرها 33%. الاهم من ده بقى ان انا البصيله بتاعتي بتبقى اكتف، يعني بتبقى نشطه ل 46% بسبب الكافيين. لما تبقى نشطه ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لك في البصيله الواحده بدل شعرايه باستخدام بالظبط باستخدام ساينوماسي هير، هيطلع لك شعر يعني 2 و3. يعني انتوا حاطين فيه كل المكونات، اللي بيحتاجها الشعر، اللي ممكن تغذيه، اللي هو ناس بتعمل يعني عمايل وتقعد تحط في مش عارفه ايه وفي وصفات، يعني بصي بيضيعوا وقت رهيب، بيضيعوا وقت بينفعهم الوصفات والحاجات دي، مش كلها بتتشرب. لا وبعدين هي الحاجات دي كلها طبيعيه، بس اعتقد انها معالجه، ما هي معالجه بشكل طبعا. ما انا هقول لك على حاجه، احنا بنحطها بنسب معينه بحيث انها تبقى معالجه. احنا بنشتغل بالنانو تكنولوجي. نانو تكنولوجي يعني ايه؟ صغرنا الجزيئات وخليناها بيور جدا، بحيث لما تيجي تحطيها على فروه راسك بتمتص كويس قوي. طبعا احنا بنحطها ليلا عشان المسامات بتبقى متفتحه، فبتاخدي الايفكت، اكبر ايفكت عندك. اوكي. فدلوقتي انا خلاص غذيت شعري وعملت كل يعني بعدت عن السشوار وبعدت عن الحاجات دي مؤقتا. طيب او يعني استعملناها. طب لو ما قدرتش ابعد عن الحاجات دي هتحاولي هتلاقي شعرك. بصراحه انا بستخدمه بس يعني ما تقدريش. بس انا هقول لك على حاجه، لما تيجي تلاقي ان انت شعرك بقى صحي وشعرك بقى بيلمع وحلو، انت لوحدك هتقولي لا انا حابه شعري كده، مش هحتاج. بالظبط. عارفه هي هوصل لفكره ان انا مش هحتاج بقى. بالظبط. هتعملي كل فتره، مش هيبقى بقى، ما انت بقى شعرك مش هايش، شعرك مش تالف، مش مقصر. مش هتعملي ليه؟ ما بقى تروح لكوافير عشان كده. صح. مش هتفردي شعرك، شايفاه. عارفه حتى لو في واحده شعرها مموج شويه، كيرلي شويه، هتحبه طبعا عشان مش هايش. طبعا. بالظبط. اكيد. فهو يعني انا شايفه ان هو يعني طفره كبيره قوي، يعني هيعمل طفره كبيره فعلا. بالزبط. وكنا محتاجين حاجه زي دي. بس اكيد الناس اللي بتتفرج علينا بتقول طب انا اجيبه ازاي؟
يعني احصل على ساينوماسيهر ازاي؟ هتلاقي الارقام موجوده على الشاشه، هيتصلوا بالمندوبين بتوعنا، هيوصل لهم لو جوه القاهره في نفس اليوم، لو خارج القاهره تاني يوم 24 ساعه يعني. والكول سنتر هيرد عليهم خلال 24 ساعه برضو، كلهم يعني موجودين. لو في مثلا حاجه عايزين يسالوها يستفسروا. طيب ساينوماسيهر للرجال وللسيدات كمان بالضبط. يعني عشان ما حدش يقول ان احنا لا، ده الرجال بتهتم اكتر بموضوع ده الرجال والمحجبات وكل حاجه. وسن 16، البنات من سن 16 يعني. انا مثلا هتلاقي جات لي ام سالتني قالت لي انا بنتي هي بتبقى يعني شويه توتر او حاجه نفسيه، تبقى قاعده مثلا وهي بتذاكر غصب عنها تروح لافه شعرها على ايديها، تروح شده، او نقعد نعمل كده بنشيله ونقعد نشد فيه كده. لا، ده في حاجه أسوأ شوية، إنها بتشد حالة يعني ما بتحسش بالظبط وهي بتذاكر، وهي مش عارفة إيه، أو التوتر تلاقي بتعمل في شعرها حركة لا إرادية تشد الشعر من البصيلة نفسها، تلاقي الحتة راعت أو صلعت. لا، إحنا الأم دي تاخد بالها كويس قوي من بنتها وتقول لها لا تخلي بالك. بس اللي يعالج بقى في ثانية واللي يخليكي المنقذ زي ما إحنا قلنا قبل كده، ساينوماسيهر بكل الأكتيف إنجريدينتس مع بعض. هو احنا عايزه اتكلم برضو على حاجه تانية، الاكتيف انجريدينتس انا بتكلم فيها دي هتنقذ ازاي؟ ان انا حاطه كذا حاجه والمواد الفعاله دي مع بعض بتقويه. يعني معروف ان انت مثلا، طب انت هتيجي تقولي لي الوفيرا بيعمل نفس عمل مثلا الروزميري، بيعمل مش عارفه ايه طيب انا حطاهم مع بعض، مع بعض كلهم بيقويهم بالظبط، بيعمل افكت اقوى. فدي ميزه فيه. هو انت كل الاكتيف انجريدينتس دي احنا بنستفيد بيها تماما في الشعر. طيب هو في حاجة ممكن بتضايق الناس في منتجات تانية، بس أنا ملاحظتهاش في ده، إنه لما بيستخدموها بيحسوا إن شعرهم مزيت أو مش يعني شكله مش لطيف، إن هم يخرجوا بيه خلاص بتتركن بتتركن خلاص. ساينوماسيهر ما فيهوش إحساس الأويلي ده بالظبط، ما إحنا راعينا حاجة زي دي علشان الإحساس الأويلي ده مزعج جدا بالنسبة لواحدة رايحة شغلها. طب أنتِ، طب أنا استفدت إيه؟ هبقى عايزة أغسل شعري كل يوم. لا، احنا عاملينه بحاجه ان هو يبقى تحسي ان هو خفيف جدا على الشعر، ما يبانلكيش قوي او يعني ما فيش احساس الاويل ده تماما، ريحته حلوه جدا. فانت في ناس بتعمل ايه؟ تروح رشه كده برفيوم على شعرها وده مضر جدا. ده خطا جدا. انت فكرتي اوعوا تعملوا كده بالظبط، ما تعملوش كده ابدا. البرفيوم غلط جدا على الشعر بالزبط. يعني يعني هو ريحته كويسه، مش الواحد مش هيحتاج، ما بيحتاجش معاه. هو ريحته حلوه مش كويسه، هو ريحته حلوه بحيث ان انت بيبقى شعرك ريحته حلوه. يعني انت نازله من بيتك عشان شعر، في ناس بتهتم قوي فعلا بموضوع ان الشعر يبقى ريحته حلوه ده. اكيد. فالبرفيوم اوعي تعمله كده، بيدمر الشعر بجد بالظبط. اذا لما بترشي على الجلد وتخرجوا بيه في الشمس ممكن غلط. يعمل بيحرق في الكحول، في حاجه كتير غلط. ما ينفعش يقول لك رش يمين بعيد. فلا يعني غلط جدا. فانا حطيت لك ميزتين، ان هو ريحته حلوه وما فيهوش الملمس الدهني ده خالص. بس بقى ان انا عندي فيتامين اي وسي واي وفيتامين اتش، عندي فيتامينز كتير قوي. ففيتامين اي وسي و اي ده انتي اوكسيدنت. الناس ممكن تقول لك يعني ايه مضاد اكسده؟ هي اقول لك يعني ايه مضاد اكسده. الخلايا بتاعتنا بتتكون فيها اكسجين، فيها اكسجين. طيب جسمنا بيطلع حاجات تهاجم الاكسجين جوه الخليه، وانس انها هاجمته الخليه دي بتضعف وبتموت، والشعر الخلايا بتاعته رقيقه. فانا لما انا اخليكي دايما فروه راسك نظيفه ما فيهاش قش، ما فيهاش بكتيريا، ما فيهاش حكه، ما فيهاش اي حاجه، بلس ان انا بجدد لك الخلايا وما بخليش مثلا لا شعرك صحي، ما بخليهوش ان هو يتعرض انه يبقى فيه تلف. فانا مديكي كل حاجه في منتج استعماله سهل جدا وبسيط، وما فيش لألم حقن. ما فيش ما بيتعرضش مع الحاجات دي. لا، ما بيتعرضش. بس في ناس عندها فوبيا. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، الميزه الثانيه فيه برضو. انا مثلا لو عملت جلسه بتتعمل اسبوعيا، ده بيتحط يوميا، حاجه سهله قوي. طيب انا ايه المشكله ان انا احطه كل يوم ويبقى على طول ضامنه ان انا شعري متغذي واعمل اللي انا عاوز اعمله برضو؟ بس انت عندك كل يوم تغذي شعرك، واصل له كميه غذاء وفيتامينز هايله. يبقى انت كده ضمنتي شعر صحي 100%. دكتوره انا بشكرك على وجودك معايا وبشكركم على ساينوماسيهير. شكرا ليكي ضيفتي العزيزه الدكتوره ان امحاوي. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل، استنوني. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا 10 سنوات.
Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Masidora Gold can bring back the beauty of your face and neck. Masidora Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Masidora Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Masidora Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masidora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. Masidora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. يبقى غلطان اللي يفكر ان هو كبر على حاجة معينة. يعني الاهتمام بالنفس ملوش سن معين، السعادة ملهاش سن معين، التفاؤل ملوش سن معين. ويمكن الاهتمام بالنفس بيدي سعادة وبيدي تفاؤل، فما فيش حاجة اسمها احنا كبرنا على ان احنا نهتم بنفسنا، ولا احنا كبرنا عشان نروح نشوف ايه الجديد وندور عليه ونستخدمه ونجيبه، ولا احنا هناخد زماننا وزمن غيرنا، ولا الحاجات دي نسيبها ما فيش الكلام ده خالص خالص. يبقى غلطان اللي يفكر بالشكل ده. السعادة ملهاش سن زي ما انا قلت، ومن حقك انك تبقى مبسوط، ومن حقك انك تبقي راضية عن شكلك في اي عمر وفي اي سن انت فيه، ومن حقك انك تبقي واثقة في نفسك. من حقك لما تبصي في المراية تقولي الحمد لله، الحمد لله انا مبسوطة وراضية جدا عن شكلي، وانا ما عنديش مشاكل في وشي مثلا او في بشرتي. بما انه احنا في فقرتنا دي هنتكلم عن جمال الجلد وجمال البشرة، في سيدات كتير جدا بتبعت لي بتسالني عن ماسي دورو جولد اللي احنا هنتكلم عنه النهارده في فقرتنا دي، وبتقول ازاي هو فعلا يقدر يصغر من سن البشره او يدينا شكل اصغر 10 سنين في الشكل. ده اللي هنعرفه النهارده وهنفهم تفاصيله من ضيفتنا العزيزه اللي معانا، دكتوره هند نصير مدير التطوير والابحاث في شركات ماسي فارم. ازيك يا دكتوره هند؟ ازيك يا يمنى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. يعني يمكن زي ما انا قلت مفيش سن معين، يبقى غلطان انه يفكر انه كل ما بيكبر هو بتبدا حقوقه في الحياه تقل. هو طبعا الاهتمام بالنفس ده انا شايفه ان هو المفروض يكون لايف ستايل في حياتك. يعني دايما تلاقي الناس المهتمين بنفسهم ما بيظهرش عليهم السن خالص. لو بداوا بدري تلاقيها مثلا سنها ما تعرفيش، لو قلتي لي تديها كام سنه ما اعرفش اقول لك اديها كام سنه. سنها دايما يبان اصغر، شكلها بيبقى منور، مهتميه، حلوه، جميله. يعني انا في ناس كتير بشوفهم وانا ببقى يعني مستغربه لما بشوفها، اقول الله قد ايه فيها حيويه. الحيويه دي مهمه قوي. في ناس على فكره ملامحهم بتبقى جميله جدا بس بيفتقدوا للنضاره. بالظبط. فلما تبقى الملامح مسمسمه وصغننه وكده وانت ما عندكيش نضاره، شكلك بيبقى تعبان، شكلك بيبقى عيان، شكلك بيبقى مش ناضر، شكلك بيبقى ايجينج، شكلك اكبر. فانا شايفه ان احنا لما تعملي خطوات يوميه تهتمي فيها بشكلك وبجمالك وبنفسك،
دي حاجة حلوة يعني، حاجة المفروض كل بنت وكل امرأة تبقى متبعة الاسلوب ده. انا شايف انه ماسي هيساعدهم كتير. هو ماسي هو الاسلوب ده، هو ده المفروض يكون نمط حياة تستخدميه كل يوم. انت فعليا هتحسي بالفرق ده بعد فترة. وليه بعد فترة؟ لان اي حاجة في الدنيا عشان تشوفي النتيجة بتاعتها على وشك وعلى بشرتك بتبقى محتاجة شوية ان احنا ندرب نفسنا على الاستخدام المظبوط يوميا. يعني ما تجيش مثلا واحدة تقول لي انا ما امبارح انا ما استخدمتش الكريم. هل هو في طريقة بقى معينة للاستخدام او روتين يومي للاستخدام ماسي؟ انا بستخدم ماسي يوميا صباحا ومساء. دايما اخر حاجة بعد ما بمسح الميك اب بالليل واعمل انظف بشرتي احط بقى ماسي على 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 البشرة. لان انت عارفة لما بتنامي بقى وتقومي الصبح وانت حاطة الكريم على بشرتك بتحسي ان انت بشرتك فيها نضارة فيها ترطيب زي ما احنا شايفينه كده. الاستخدام بقى بيكون ازاي؟ زي ما احنا شايفين بيكون من تحت لفوق عكس اتجاه الجاذبية. يعني من هنا بعدين نطلع على الدقن بعدين نطلع على الخدود وموشن سيركولر كده دائري شوية. انا بحب اعمل مساج وبعد كده بعدين اطلع على على هنا الجبهة. على الجبهة وبعدين يبقى انا كده وزعت الكريم مظبوط طبعا من عند الرقبة. بنطلع من عند الرقبة. فالتوزيعة دي مهمة جدا وكمان مهم وانت بترفعي كده الرفعة دي تكوني بتعملي بحركة دائرية مساج. عارفة شوية مساج. يعني على فكرة المساج ده من ضمن الحاجات المهمة جدا، لازم اي يعني اي سيدة وهي بتضع الكريم تعمل مساج، لان المساج ده بيقوي او بيدعم بيجري الدورة الدموية. برافو كده. وبعدين احنا ناس كتير جدا بتقول طب ايه هو ايه المختلف في ماسي؟ ايه اللي يخليه مختلف عن اي منتج تاني؟ وانتوا بتتكلموا بثقة جدا انه اقوى منتج علاجي وتجميلي على مستوى اقوى منتج العالم. لان الكريم ده في الكونتنس والمحتوى اللي فيه والعناصر اللي موجودة عمرك ما هتلاقي كريم فيه اكتر من عنصر زي في ماسي دورو جولد. يعني في ماسي دورو جولد بتلاقي كافيار بتلاقي ذهب 23 قيراط بتلاقي فيه هيلورونيك اسيد بتلاقي فيه كولاجين بتلاقي فيه ارجلين بتلاقي فيه كل المحتويات اللي تخليكي تبقي جميلة تبقي نضرة. فده انت مش هتشوفيه في كريم تاني. في كل ده كريم انا شايفاه انريتشد ويز كل الفيتامينز والمكونات اللي تخلي اي امراه هي هتصغر 10 سنين لا شك. انت مجمعه الحاجات اللي موجوده. يعني هقول لك مثلا الهيرونيك اسيد، انت مجمعه الحاجه اللي موجوده. الهيرونيك اسيد دي هي الماده المالئه اللي بنحقن بيها اللي الناس بتستخدمها في حقن الفيلر فده موجود في ماسي دورو جولد. احنا بنستخدمه علشان خاطر الهيرونيك اسيد الموجود ده بيعزز كمان من ترطيب البشره خارجيا. وفي كمان ماده يمكن من ضمن الحاجات برضو يعني اللي انا عايزه اقولها، في ماده اسمها صوديوم هيالورونيت ودي يعني شبيهه للهيرونيك اسيد. والماده دي الجزيئات بتاعتها البارتكلز بتاعتها صغيره جدا فبتقدر انها تخترق البشره وتعمل بايند مع الووتر او مع الميه تحت الجلد فتحافظ على الفوليوم. بتعمل فوليوم. فانت لما تيجي انت لو وشك مطفي شويه وهتحطي ماسي دورو جولد هيبقى فيه شويه فوليوم. الفوليوم ده احنا محتاجينه. احنا الفوليوم ده انا شايفه ان لو انت مش حابه تبعدي عن انجكشن بقى فيلر وبوتوكس وكده فهيبقى الفوليوم الطبيعي اللي هو نظرا لوجود الرطوبه او الترطيب تحت الجلد. ده من الحاجات الساحره الموجوده في الكريم. الحاجات الخطيره جميله جدا. كمان في ماده شبه البوتوكس هي اكت لايك بوتوكس ودي من المواد برضو المهمه جدا بتشتغل على المسلز الخطوط العضلات. التعبيريه بتاعه العضلات. العضله هنا الفرونتاليس عشان برضو المشاهدين يكونوا عارفين ان هنا دي عضله تتحرك دي عضله حوالين الفم دي عضلات المسؤول عن الفتح والقفل ده عضلات. فاللاف لاينز بتاعت الابتسامه بتبتدي تظهر للبنات في سن صغير. فنعمل ايه بقى؟ نحط ماسي دورو جولد على انا بحب في المنطقه دي في المنطقه هنا العضله. كل ده الماده اللي هي اكت لايك بوتوكس دي اللي هي الارجلين بتساعد جدا ان الفاين لاينز دي تروح. وده مش انا بقوله كلام بس بسرده. لان المواد دي تقري عنها
هتلاقي فعلا ده الافكت بتاعها. دكتور اوز نفسه شوفي في امريكا كان بيتكلم على ان الماده دي بديله للبوتوكس لانها بتدي مصر ريلاكس، بتعمل ريلاكسيشن للعضلات. فبالتالي هو كمان في 56 عنصر طبعا وكلهم مكتوبين على طبعا 56 على عنصر. انا بس كمان يعني انا بيجي في بالي الحاجات اللي انا بحس ان الكريم اللي ممكن ما نكونش قلناها قبل كده، لا وهي مؤثره جدا جدا. وبعدين انا بحس ان كريم ماسي دور جولد، عارفه 23 ايراد ذهب، ده كريم ملك لان الذهب بيشتغل بيحمي لي الكولاجين والالاستين. فلما احافظ على نسبه الكولاجين والالاستين تحت الجلد هحافظ على الفوليوم ده وما ينقص ما يبتديش يقل. هو ايه اللي بيطلع التجاعيد؟ انه الكولاجين بينقص تحت الجلد. مظبوط. فاحنا بنستخدم حاجه تعوض نقص الكولاجين اللي بيحصل ده وتدينا كولاجين جديد. مظبوط بالظبط كده. فاحنا بنستخدم الحاجات دي علشان خاطر انا عايزه احافظ على الكولاجين تحت جلدي واحافظ على نسبه الالاستين. خدي بالك نسبه الالاستين دي اول ما تعرفي، انا دايما اشوفها كده وهو بيبقى ده المظبوط. اول ما انا ابتدي احس ان انا لما بضغط على جلدي الضغطه دي بتاخد وقت عشان تطلع او بضغط عليه ما بيرجعش تاني لطبيعته. الالاستيستي المرونه وقعت. انا المرونه دي لما بتقع لا هنا بقى لازم الحق نفسي. طيب احنا في ناس كتير قوي بتقول طب ايه الضمانات؟ يمكن من اكتر الضمانات اللي احنا كل يوم يوميا تقريبا بننزلها عشان طبعا التراخيص بتاعت ماسي دورو جولد. طبعا لا الحمد لله التراخيص ماسي دورو جولد مرخص من وزاره الصحه المصريه، مرخص من الاتحاد الاوروبي وحكومات دبي. فدي اكتر من جهه تخلي طبعا الساده المشاهدين ان هم يبقوا عندهم ثقه في المنتج ماسي دورو جولد. طبعا انا بقصد فدي حاجه اكتر من جهه دي تعمل كمان ترفع من الحمد لله برضو من في علاقة ثقة بين المشاهد أو بين الجمهور أو بين الكاستمر وبين شركة ماسي فارم. الحمد لله يعني برضو دي جت نتيجة، أنا دايما أقول دي بتيجي نتيجة إيه؟ نتيجة إن أنا عايزة الكريم ده تستمري عليه فترة، يعني لازم فترة قد ايه يا دكتور؟ نستمر عليه فترة، يعني هو كورس كامل، كورس كامل مدته واقل إيه؟ حاجة 3 شهور، ده اقل شيء عشان دايما تشوفي نتيجة. نتيجة لأي شيء في الدنيا لازم تديها وقت، ما ينفعش ان انا اشوف نتيجة سريعة كده، لازم ادي وقت. اساسا الكولاجين بتاع بشرتنا لما تيجي تعرضيه للحرارة عشان تعمليه تحفيز يعني مثلا، وده موجود بالمناسبة في الذهب، الذهب بيخلي الدورة الدموية تتدفق، بيزود البلاد سيركيوليشن او الدورة الدموية لما بنيجي نعمل الحركات على البشرة. فاذا الذهب من الحاجات المحفزة للدورة الدموية، فيعمل ايه؟ يخلي محتويات الكريم تتشرب بسرعة جوه داخل البشرة. فانا ضمنت كده ان جزيئات الكولاجين، ضمنت ان الهيريك اسيد، ضمنت ان كل المحتويات اللي موجودة دخلت جوه بشرتي واحتفظت بالنضارة. بس برضو الناس والتقنية بتبقى عاوزة تشوف نتيجة على طول. ما هي النتيجة، ما هو دايما النتيجة، انا دايما اقول النتيجة عشان تشوفيها على طول ده ما فيهاش غير طريق واحد، طبعا الانجكشن. ومع ذلك الناس اللي عاملة، الناس اللي بتعمل فيلر وبتعمل بوتوكس كمان ممكن يعززوا من يعني هو ما بيتعارضش مع حقن البوتوكس خالص والفيلر. كمان الناس دي تعزز من الفيلر والبوتوكس عن طريق انها تحط ماسي دورو جولد علشان يطول المدة او يعزز وجود الكولاجين لفتره والهيرونيك اسيد الماده الموجوده لفتره اطول. فانا شايفه انه ده لا يتعارض خالص، بل بالعكس انت لو عايزه تثبتي النتيجه وتحسنيها تستخدميه. الدكتوره هند انا عارفه ان انتوا ليكوا فروع كتير في اماكن كتير مش بس في جمهوريه مصر العربيه، والناس تقدر تتواصل معاكوا من جميع دول العالم، مظبوط؟ احنا لينا طبعا الفرع هنا موجود في مصر في القاهره، ماسي فارم ايجيبت ده طبعا موجود هنا، وعندنا ماسي فارم ايطالي وده موجود في ايطاليا، طبعا لانه هو ميد ان ايطالي. هو ايطالي الصنع. هو ايطالي الصنع وده موجود في ايطاليا، وعندنا ماسي فارم جولف وده في جبل علي، وقريبا ان شاء الله هيكون عندنا ماسي فارم في امريكا في فيلادلفيا. طيب التواصل معاكم بقى بيكون ازاي؟ هل سهل ان هم يحصلوا على ماسي دورو جولد؟
سهل جدا. هما اسهل حاجه ان انت بدل ما انت يبقى في عندك تتصلي بينا مباشره. فاحنا من عندنا طبعا خدمه العملاء على طول بيردوا علشان يسهلوا التواصل مع الناس. وكمان دي حاجه دايركت بقى، ولينا طبعا صفحات موجوده على الفيسبوك وارقام التليفونات طبعا انتوا دايما بشوفكم بتنزلوها. ارقام التليفونات موجوده والصفحات كمان موجوده. بس انا حابه اسال قوي لانه في رجال كتير مهتمه بموضوع التجميل برضو والحاجات دي، هل ميسي دورو جولد تأثيره على الرجل نفس التأثير اللي هيديه للسيدة؟ يعني نفس التأثير الحلو ده؟ بقى في منافسة دلوقتي بقى. ده في منافسة جامدة. بقى في منافسة جامدة. بقى في منافسة كمان، الراجل عايز كمان بشرته تبقى مشدودة. طبعا وعايز يصغر. من حقه. وعايز يصغر 10 سنين. من حقه. هيبقى في منافسة كده. بالظبط. فطبعا هو تأثيره على الرجل كمان بيجيب نتيجة. بعدين دلوقتي بقى على فكرة مؤخرا بقى في رجالة كتير جدا بتستخدم بتهتم جدا انها يعني اتاري موضوع السن ده مش بس مقرق الستات، هو مقرق ستات ورجاله. فكمان الراجل بيحب ان هو يستخدم حاجات علشان ما يبانش عنده الشيخوخه بعد فتره او الجلد بتاعه يحصل له ايجنج. فلا كمان الراجل بيستخدمه، شباب بيستخدموه، في ناس كتير رجاله كتير بتطلب طبعا ماسي لان النتيجه بتاعت 10 سنين دي زي ما هي الست عايزاها كمان الراجل بيبقى عايز يحصل على نفس النتيجه. بالظبط. بس هو دايما في احساس مبدئي كده بنحسه لما بنستخدم ماسي. ايوه بحس ان الوش بيحمر. ده الاحساس ده انا عارفاه. الاحساس ده جميل. انت انا هند مدمنه ماسي دورو جولد. انا بحب الاحساس ده جدا. الخدود بتحمر شويه، بتبداي تحسي بتنشيط الدوره الدمويه. يعني هو الواحد بعد كام يوم بيحس ان هو يعني وشه منور شويه او رادد كده شويه. انا الاحساس ده يا يمنى بحبه جدا بقى ليه؟ لان انا ببقى حاسه في كل مره وانا بحط الكريم على وشي ان الكريم ده بيجيب نتيجه او هيجيب نتيجه. بالظبط. ببقى ضامنه الاحساس الحراره ده. دايما انا كده، انا الاحساس الحراره ده حلو لان لما بترفعي الدوره الدمويه في اي حته البلاد سبلاي مستوى الدم بيعلى في المكان. والدم كمان محمى بالاكسجين والميه. فده بيسرع نتيجه الكريم، وفي نفس الوقت وشي يبقى فيه بلومبنج، يبتدي يبقى فيه اللي هي اكنك عامله فيلر. بسيط كده، الخلايا تبتدي تبقى تجمع المايه حواليها، فيبتدي في جلو، في نضاره، في فوليوم سنه. فده الاحساس ده حلو. الاحساس ده لما اي واحده تيجي تضع الكريم ده يثبت لها ان الكريم افكتيف ويجيب نتيجه سريعه ان شاء الله. اكيد. والنتائج دي مهمه جدا ان هم يحسوا بيها. طب في ناس كتير بتقول انا بعد ما اوقف استخدام الكريم هل انا المشاكل دي هتطلع لي مره ثانيه؟ هي بعد ما توقف استخدام الكريم، انا شايفه ان ماسي بحس ان هو يعني هو لايف ستايل. انا بعد ما اوقف استخدام الكريم انا هرجع اشتري كريم. انا عن نفسي انا الكريم بحب. بتتكلمي عن نفسك. انا بتكلم عن نفسي. طب انا اذا كنت انا بقول كده انا مش عايزه طبعا ان انا يعني انا انحاز لماسي. انا هقول لك ايه، ولكن فردا واحده ماديا مش قادره ان هي تجيبه تاني، وهي اشتريته مره هو هيوقف لها المشكله ومبسوطه جدا بيه وهينور لها وشها. ما هو هقول لك ليه، انا قلت لو انت استخدمتيه انت مش هتبطلي توقفيه. لانك انت لما تشوفي شكلك اتغير قد ايه بعد فتره هحس ان في حاجه ناقصه. المهم انه شكلي الحلو هيفضل ثابت، مش هيرجع. لا شكلي الحلو هيفضل ثابت طبعا. بس هرجع تاني. انا بشكرك يا دكتوره هند على وجودك معانا النهارده. ضيفتي العزيزه دكتوره هند نصير، بنقابلكم يوميا 3 عصرا والقعده بتكون 8 صباحا و12 مساء. اي حد عنده سؤال او استفسار يبعته على صفحتي الشخصيه اللي هتبان لحضراتكم على الشاشه دلوقتي، والحلقات كلها بتكون موجوده على اليوتيوب. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم.